بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقي، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن زيادة حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية بنسبة بتزيد عن 15.5، ما يقارب من 15.8% مقارنة بالعام الماضي. مش بس كده، وصلت كمان قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء إلى 4730 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 4084 مليون دولار في عام 2021 بنسبة زيادة وصلت ل 15 أو تجاوزت ال 15% كمان. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور سمير صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. في البداية عايزين نفهم أسباب ارتفاع حجم الصادرات إلى الدول الأفريقية. طبعا احنا الارقام طلعت من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، واضح جدا ان في زياده في الصادرات الى القاره الافريقيه 22 عن العام السابق ب 15.5%، ونتوقع ان شاء الله في 23 يكون في زياده اخرى، وده كان له اسباب عديده. اولها طبعا احنا عندنا اتفاقات تجاريه كبيره جدا مع القاره الافريقيه، سواء كان الكوميسا او اتفاقيه دول غرب افريقيا او الاتفاقيات الاخرى اللي في جنوب الصحراء. تم تفعيل الاتفاقيات دي بمجرد ما تولى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في دور كبير جدا لمصر في القاره الافريقيه. وتم ايضا عمل دبلوماسي لفتح الاسواق والارتقاء بالجوده بتاعت المنتج المصري. اذا كل الشغل اللي بيتم على المستوى الاقتصادي بيبدا مردوده يبان يمكن بعد فتره شويه، ولكن نقدر نبني عليه ونزيد في ده، ونقدر ايضا ناخد ده مثال للدول اخرى حول العالم، سواء كانت الدول العربيه او حتى الاتحاد الاوروبي. طيب يعني احنا اكتر الصناعات اللي نقدر نقول لها رواج في الاسواق الافريقيه ممكن تكون ايه؟ على رأس الصناعات واللي دائما بنتميز فيها في التصدير للقارة الإفريقية هي الصناعات الهندسية من الأجهزة الكهربائية. القارة الإفريقية بتكون عندها المنتج المصري من هذا النوع مهم جدا، يليها صناعات الملابس وأيضا صناعة الأخشاب والموبيليا، لينا فيها برضو قدر كبير جدا، والصناعات البتروكيماويه والاسمده. طب دول افريقيا بتعتمد على مصر اعتماد كبير جدا في مثل هذه الصناعات، وفتحنا اسواق كبيره، ويمكن كان ايضا التمثيل التجاري المصري له دور كبير الفتره الاخيره، وفي شغل بيتم على الارض محترم شفناه يمكن في معارض موجوده في كينيا، في غرب القاره، في غانا، في ايضا بعض الدول زي نيجيريا من الاقتصادات الكبيره في افريقيا وجنوب افريقيا. فتح اسواق جديده ده صعب جدا يا فندم خلال هذه المرحله، يعني احنا دلوقتي بنعظم كمان وندعم الصناعه في الدول اللي هي بالفعل هي سوق للمنتجات المصريه، لكن احنا نقوم كمان بفتح اسواق جديده في هذا الظرف، اعتقد انه بيحتاج مجهود كبير جدا. وعلشان كده انا بقول لحضرتك بالعكس، احنا مصر الفتره الاخيره في هذا الملف تحديدا التحديات اللي حصلت عالميا قدرنا الحمد لله نستفيد منها في الجائحة ووقف سلاسل التوريد تماما من كل العالم. يمكن كانت مصر في بداية الشغل وارتفاع أسعار النقل أصبحت وجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة، وبدأوا يركزوا على استبدال بعض المنتجات من دول بعيدة مع ارتفاع أسعار الشحن، والاستفادة بأن احنا ما عندناش أي رسوم جمركية مع معظم دول القارة ولا أي أنواع من المصروفات أو الضرائب. فدي فتحت بالفعل اسواق جديده. احنا عندنا اعلى تصدير لافريقيا بيتركز في 6 دول، يمكن الرقم 60% منه في 6 دول كنا على مدار التاريخ مركزين عليهم. بقالنا اخر 3 سنين وصلنا ل 18 دوله افريقيه بيزيد فيهم حجم الصادرات المصريه. طيب ملح، احجار، اسمنت، اسمده، اعتقد دي اكتر الحاجات اللي بيتم تصديرها، ازاي نقدر نوسع بنقدر نصدره للخارج ونزود المواد الخام الاخرى، وهل المفروض نركز على تصديرها كمواد خام ولا على مصنعات؟ احنا كده بنتكلم بشكل عام على الصادرات المصريه. الملح ده طبعا من الصادرات الكبيره وعندنا منه ثروه محترمه،
ده بيتم تصديره لدول اوروبا وكندا والولايات المتحده لاستخدامه في اذابه الجليد. والمواد البناء عموما المصريه لها سمعه طيبه وبدات تزيد صادراتها الفتره الاخيره وخصوصا الاسمنت. وعموما احنا لو بنتكلم الصادرات المصريه غير النفطيه زادت بنسبه 20%، وصلنا ل 35 مليار دولار. طبعا لما بنقول كل ده احنا لسه محتاجين هدفنا اكبر من كده بكتير، وما زال الميزان التجاري مش لصالحنا قوي. عظيم. ولكن الصناعه المصريه كان في قرار اتاخد من سياده الرئيس ووجه بيه رفع جوده المنتج المصري وموضوع التكويد والرقابه على الصادرات، وايضا الرقابه في الحجر الزراعي على الصادرات الزراعيه. رفعنا صادراتنا من المحاصيل الزراعيه يمكن وصلنا ل 3.8 مليار دولار، وده كان رقم كبير جدا، زياده بنسبه مليار دولار عن العام السابق. فكل دي كانت اسباب ادت لده، ومحتاجين نشتغل اكتر في كل اللي بنذكره ده. ده محتاج شغل اكتر من الدوله وجهود تبذل في الفتره القادمه، لان في تحديات اقتصاديه عالميه كبيره جدا، والاقتصاد العالمي برضو بيمر بمرحله صعبه. طيب الميزان التجاري زي ما حضرتك ذكرت ان هو مش في صالحنا، طب ازاي نحقق توازن في هذا الميزان التجاري بحيث ان احنا زي ما بيحصل على فترات متقطعه بنعد قوائم باسماء بعض المنتجات والبضائع اللي احنا بنستوردها من الخارج عشان نستغني عن ده ونبتدي نوطن صناعه هذه المنتجات في الداخل؟ ده بيحتاج برضو كمان مزيد من التسهيلات للمستثمرين. بالفعل ده كله بيعتمد على الحوافز المقدمه للاستثمار سواء كان محلي او اجنبي، ويمكن ده اتناقش بشكل مستفيض جدا في لجنه الاستثمار الخاص في الحوار الوطني. في توصيات بدا جزء منها يتحقق ويتفعل، والباقي ان شاء الله نستأنفه. اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه الميزان التجاري له سببين، صادراتنا تزيد ووارداتنا تقل. طبعا يجب ان احنا نشتغل على الاثنين بالتوازي. الدولة نزلت قائمة ب 152 منتج فيهم استيراد بشكل كبير ونقدر نصنعهم في مصر، وادت بعض الحوافز، ويمكن القرارات اللي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار كانت بتنص في بعضها على الحوافز الممنوحة للإحلال الوارد والتوطين الصناعة المصرية. كل اللي بقوله لحضرتك نقدر نشتغل عليه، وخصوصا مع أزمة الدولار اللي بيعاني منها دلوقتي الاقتصاد المصري، كل ده بيكون دوافع اخرى ان المصدر بقى له دور كبير جدا في دعم اقتصاد البلد، وكمان في دعم مصنعه ومنشاته، لانه بيوفر العمله اللي يقدر يستورد بيها خاماته ومكونات الانتاج. شكرا جزيلا الدكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار بالحوار الوطني. شكرا جزيلا.